أيها السادة المشاهدون، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يعتبر الثامن من مارس من كل عام يوما عالميا لتكريم النساء على إنجازاتهن ومساهماتهن في مجتمعاتهن، وهو عطلة وطنية في العديد من دول العالم. وقد أصدرت الأمم المتحدة قرارا في عام 1975 يدعو دول العالم إلى اعتماد يوم الثامن من مارس يوما عالميا للاحتفال به سنويا. وفي هذا العام تحتفل المرأة التشادية تحت شعار المرأة وتحديات الجمهورية الرابعة، وذلك تأكيدا وتعزيزا للمكانة التي منحت لها في ظل الجمهورية الرابعة. وتسعى المرأة التشادية من خلال هذا الشعار إلى تحقيق العديد من المتطلبات، منها تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية التي وعدها إياها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، كما تسعى جاهدة عبر وزارة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني إلى محاربة العنف الذي يمارس ضد المرأة في بعض أقاليم البلاد. إن الأسبوع الوطني لهذا العام يختلف عن السنوات الماضية، حيث سعت وزارة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني بأن يتضمن الأسبوع نشاطات مختلفة، منها دورات تدريبية وورش عمل للمرأة في جميع الأنشطة والمجالات الحياتية لتأهيلها وتمكينها من أجل المساهمة في التنمية الوطنية. إن أسبوع المرأة لهذا العام 2019 تحتضنه مدينة بنغور عاصمة مايوكي بشرق، ولكن كالعادة النساء يحتفلن به في جميع المدن التشادية. وإن هناك ميزانية تخصص لتنظيم الاحتفالات بهذا العيد في كل مؤسسات الدولة، ولكن للأسف بعض النساء يتنازعن مع بعضهن لأبسط الأشياء. على سبيل المثال الحصر، حتى القماش الذي يخصص للاحتفال بهذا اليوم يتنازعن من أجله. فهذه ليست المرأة التشادية المنتظرة للمشاركة في الجمهورية الرابعة، بل الجمهورية الرابعة تحتاج إلى امرأة تشادية صادقة ووفية أمينة محبة لوطنها مخلصة في أداء عملها لينة مع الجميع، مثل العشب الناعم ينحني أمام النسيم ولكنه لا ينكسر للعاصفة. فندعو من هذا المنطلق المرأة التشادية وهي تحتفل بعيدها السنوي أن تكون هي المدرسة المثالية التي يتلقى فيها الطفل دروس الحياة، وبها يتأثر ومنها يكسب أخلاقه وصفاته، وعنها يأخذ عاداته ومميزاته، مصداقا لقول الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وإلى أن ألقاكم الأسبوع المقبل في أمان الله.